كمان خبر تعلن فونديز دي طبعا تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. شركه امستردام كلينيك فونديز الهولنديه نظمت محاضره مع اعضاء النادي بفرع التجمع الخامس في حضور الكابتن رؤوف عبد القادر مدير مشروع البطل الاولمبي والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس اداره المجموعه. ده لتفعيل مشروع النادي في اكتشاف واعداد المواهب وتنميتها. حرصت الشركة كمان على تعريف أعضاء النادي بدور الشركة تنمية قدرات الأطفال بشكل علمي عن طريق القياسات، برنامج تحسين الأداء اللي بتجرى من خلال مجموعة من الخبراء الهولنديين الموجودين في النادي الأهلي. وشهدت الفترة اللي فاتت الحقيقة الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمشروع اللي بيحظى الحقيقة برعاية مباشرة من جانب السفارة الهولندية في مصر، انطلاقا من مكانة أكيد النادي الأهلي شعبيته الكبيرة جدا اللي تعول عليها طبعا السفارة في نجاح التجربة إن شاء الله في مصر. بعدها سيتم إطلاق المشروع في الشرق الأوسط بالكامل. طيب